السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة سامراء الفضائية وتغطية خاصة في عموم الملف السياسي والمشهد السياسي العراقي وما يجري أيضا من هموم ومتاعب على الأراضي العراقية. نبدأ الملف السياسي لهذه الساعة وبعنوان اختلافات وتقاربات حول مرشح رئاسة الوزراء. تأكيد بعد حسم موضوع رئاسة البرلمان العراقي بهيئته الرئاسية يعني انتخاب ديمقراطي واضح، رغم أن هناك بعض الكلام حول الاختلافات وحول بيع وشراء وصفقات، هذا تعودنا عليه بالعملية السياسية، دائما نسمع الفريق اللي ما يختار من جانبه الشخصية يبدأ بكل الاتهامات على الجهة الأخرى بدون مبررات، بدون ثوابت، بدون وثائق، والنتيجة يبقى الوضع على ما هو عليه. إذن الآن نحن اختصرنا هذا الكلام وتجاوزنا هذا الموضوع، والآن لدينا هيئة رئاسة منتخبة من قبل نواب العراق، نواب الشعب العراقي، نقطة راس سطر. نتجه الآن إلى اختيار رئيس الوزراء بعد التوافق على رئاسة الجمهورية. يبدو أن التحالف الكردستاني الآن بين جذب ويعني توافق حول شخصيات معينة لم تتضح الأسماء بشكل كامل، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني يبدو أنه حسم أمره باتجاه ترشيح السيد برهم صالح كمرشح وحيد للاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية. يبقى الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا له حقوق في موضوع رئاسة الجمهورية، وأيضا له كلمة مسموعة داخل التحالف الكردستاني وكذلك في البرلمان العراقي في اختيار شخصية يرى أنها مناسبة للمرحلة القادمة. هذا كله سينتهي يوم 25 من الشهر الجاري بانعقاد جلسة مجلس النواب، والتي سيتم فيها اختيار رئيس الجمهورية الذي سينتظر أو سيرى بمن هي الجهة المكلفة بتسمية رئيس الوزراء لاختيار الكابينة الوزارية. الموضوع هنا، الكلام هنا، يعني مع احتراماتنا للرئاسات الباقية، رئاسة الجمهورية نوقرها ونقدرها، وأيضا رئاسة البرلمان أيضا نوقرها ونقدرها، لكن الدستور يقول أن الصلاحيات التنفيذية محصورة بشخص رئيس الوزراء فقط، أن رئيس الوزراء هو من يتولى دفة إدارة العراق لمدة 4 سنوات. وهنا نقول أن اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت والمرحلة الشائكة. اليوم كل أعضاء مجلس النواب وكل السياسيين يرون أن المرحلة القادمة أصعب من المراحل السابقة. لماذا؟ بسبب الأوضاع الدولية والضغوطات الدولية في محيط إقليم العراق، إقليم الدولي أقصد. فهذا الموضوع انعكس بشكل واضح على انقسام أو تقارب أو تجاذب أو اختلاف الكتل السياسية لاختيار شخصية رئيس الوزراء. طبعا لحد هذه اللحظة هناك نفي وهناك تأكيدات على شخصية السيد عادل عبد المهدي أنه مرشح قوي لرئاسة الوزراء، لكن نرى أن بعض الجهات ترفض وبعض الجهات تنفي، وأيضا أكد لنا السيد هادي العامري نفي ما توصلت إليه أو نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن قوائم للتشكيلة الوزارية القائمة أو القادمة بمواقع التواصل الاجتماعي، نفيا قاطعا. واليوم أيضا رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي أو رئيس الوزراء الأسبق تكلم أيضا عن موضوع تحالف البناء، أنه لم يتوصل لحد هذه اللحظة عبر تغريدة في تويتر أن تحالف البناء لم يختار أو لم يحدد لحد هذه اللحظة رئيس أو شخصية لرئاسة الوزراء. هناك تصريحات للنائب الأول وتصريحات للنائب الثاني عن موضوع حسم المرشح. النائب الثاني السيد خليل أو بشير الحداد تكلم وحدد أن موضوع حسم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سيتم خلال الجلسة يوم 25
نظرا لتجاوز يعني اعتمد على موضوع ان البرلمان باستطاعته تجاوز هاتين الفقرتين او هاتين او هذين الموضوعين باثر موجود لاختيار لرئيس البرلمان ضمن التوقيتات الدستورية. عاد وايضا اكد النائب الاول لرئيس البرلمان السيد حسن الكعبي وقال ان موضوع الكتلة الاكبر يمكن ان يتجاوز من قبل الكتل السياسية في اختيار شخصية مرشحة مستقلة، وهذا يعني يبعد موضوع حسم الكتلة الأكبر والإبقاء على الكتل كما هي في البرلمان العراقي. هنا نحن أمام مشكلة. مشكلة كيف تكون هذه المشكلة؟ الآن الاتجاه نحو الذهاب إلى الفضاء الوطني، يعني الجميع مشارك في الحكومة القادمة، يعني الجميع لا ينظر إلى الأخطاء ولكن يدافع عن الوزراء. إذا كان الاختيار وفق المحاصصة الطائفية أو وفق المحاصصة الحزبية، سنعود إلى المربع الأول في موضوع الحكومة وإخفاقات الحكومة. مهما كانت الشخصية، مع احتراماتنا للشخصية القادمة من رئاسة الوزراء، تكون قوية حازمة برأي المرجعية، وهذا ما أكدت عليه المرجعية العراقية في النجف أنها تريد أن يكون من مواصفات رئيس الوزراء القادم حازما وقويا قادرا على أخذ القرارات دون تردد. هذه صفات رئيس الوزراء القادم. بقي على الكتل السياسية اختيار شخصية بنفس هذه المواصفات التي طالبت به المرجعية، إن كانوا يعني يريدون أن تكون غطاء المرجعية غطاء لعملهم وأيضا امتثال لما تريده المرجعية من مصلحة للعراق وللعراقيين، فأن يختارون شخصية وفق هذه المواصفات وأن يدعموا هذه الشخصية بعدم تدخلهم بموضوع الكابينة الوزارية. كيف إذا كان هناك وزير من الجهة الفلانية أو وزير من الجهة الأخرى وهناك إخفاق فعلي واضح ومشخص ومقدم إلى البرلمان، أن لا يكون عونا له وأن يكون عونا لمصلحة البلاد ومصلحة الشعب العراقي. حتى نغادر المربع السابق ونبدأ بمشوار جديد مختلف تماما عما كانت عليه في الدورات السابقة، وتحديدا وبهذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف السيد هادي جلو مرعي، مدير أو رئيس مركز الحريات الصحفية. مرحبا بك أستاذ هادي. نعم حياك الله أستاذ هادي. يعني اليوم يعني يبدو أن شكل الرئيس الوزراء القادم لم يتحدد لحد هذه اللحظة من قبل الكتل السياسية، هل هذا أننا سنقع في أزمة يوم 25 من الشهر الجاري خلال الجلسة القادمة، أم سيتم حسم الموضوع قبل هذا الموعد؟ ألو نعم معي العفو أستاذ أحمد. حياك الله أستاذ، حياك الله أستاذ هذه، تسمعني أو سمعت السؤال؟ لو أعيد السؤال. حياك الله. نعم. يوم كما على السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان جلسه يوم 25 من سبتمبر الجاري الثلاثاء القادم هي موعد الاستحقاق الدستوري لاختيار رئيس الجمهوريه، ويبدو ان هنالك خلافات ولكن محدوده بين الاكراد على شخصيه رئيس الجمهوريه الذي يرشحه الاكراد، ولكن كما تعلم انه الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بدعامه الرئيس الراحل جلال طالباني هو الذي يرشح رئيس الجمهورية، باعتبار أن جلال طالباني مفروض معصوم والرئيس الذي سيأتي هو من هذا الحزب، وبحسب الاتفاق الذي جرى عن حصل السيد درهم صالح على 26 صوت من أصل الحاضرين في جلسة الاتحاد، وأعتقد أن مشكلة رئيس الجمهورية ستحسم يوم الثلاثاء القادم، وإذا تم حسم منصب رئيس الجمهورية فإن الطريق سيكون مفتوحا لنقاش محتدم حول شخصية رئيس الوزراء المقبل. طبعا الآن الكرة في ملعب القوى الشيعية الأساسية في تحالف البناء والإصلاح والإعمار، واليوم أيضا جرى الحديث عن إمكانية أن يكون رئيس الوزراء المقبل من أحد المحورين أو أن يتم التوافق على شخصية بعينها، وهذا ما يميل إليه المراقبون أن يكون هنالك شخصية تسوية. وكما تعلم انه السيد العبادي ما يزال اسمه مطروحا كرئيس وزراء في دوله ثانيه من قبل تحالف النصر، عدا عن ذلك فان السيد العبادي يمكن ان يكون ايضا محل تسويه
الشعب المهدي شكل نوع من التداهم بين تحالف بناء يوم معلومات اليوم يعني بصراحة التي حصلت عليها من جهات يعني قريبة من مصادر القرار في التحالف البناء الهرارك محور يتشكل يسمونه محور المالكي السياب وهو المتعلق بفالح السياب الذي خرج من تحالف الإصلاح والعمارة أو تحالف النصر الذي كان يقوله السيد حيدر العبادي وأعلن انضمامه إلى تحالف البناء وهو في الواقع شخصية ترتبط بعلاقة وثيقة مع فصائل حشد الشعبي والذي له علاقة أيضا وثيقة بإسرار البناء الذي جزء من فصائل حشد الشعبي وتعالف الفتح الذي يضمها وكذلك بدر العصائب وحزب الدعوة وربما سيطرح اسم صالح الزلاف بشكل أساسي خلال الساعات المقبلة لاعتبارات مضطربة بنوع الشرار داخل تحالف البناء والاعتراض على ما يبدو تحالف البناء على السيد عادل عبد المهدي. نعم طيب يعني أستاذ هذه من خلال هذه المعلومات الحديثة والتي تفضلت بها قبل دقائق أن الآن أصبح السيد فالح الفياض هو المرشح الأكثر حظا وحظوة بالكتلتين لطرحه كمرشح لرئيس رئاسة الوزراء دون منافس أم تبقى الأسماء التي تم طرحها ونفيها خلال الأيام الماضية منافسة داخل دائرة الترشيح؟ يعني إذا بقيت الأمور على ما هي يعني ربما يتم طرح مجموعة أسماء كما حصل مع القوى السنية التي طرحت أسماء عديدة كالسيد الحلبوسي وخالد العبيدي والسيد صالح المطلق أو عفوا أسامة النجيفي وطه أو أحمد الجهوري ومحمد الخالدي وجرى التصويت على مجموعة أصوات ولم يجد التصويت على شخصية واحدة يتم التوافق عليها والأصوات التي حصل عليها السيد خالد العبيدي لم تكن هينة في الواقع 89 صوت على السيد الحلبوسي فاز بفارق 4 أصوات على العدد المطلوب اللي هو 165 صوت اللي معه حصل على 169 صوت إذا المنافسة كانت محتدمة وحتى الآن أيضا هناك شخصيات كردية تود الترشح كالسيد سردار عبد الله والذي هو على ما أظن مقدم للعراق في الفاتيكان أيضا ربما سننزل إلى ضربات سياسية من خلال ترشيح مجموعة شخصيات من التحالف الشيعي كالسيد طارق طياب أو حيدر العبادي والسيد يعني عادل عبد المهدي وربما شخصيات أخرى لا نعلم بالضرورة إلا إذا تم حسم الموضوع والذهاب إلى مجلس النواب بمرشح واحد لكن أنا أعتقد أن الأمور ما تزال معقدة وشوبها نوع من التوتر الذي يطبع سلوك المنظومة الشيعية والتوتر بين القوى الشيعية الأساسية التي لم تصل حتى اللحظة إلى نوع من التوافق حول هذا الشأن يعني هذا يطرح تساؤلات حقيقية عن إمكانية أن يستطيع الشيعة بعد انتخاب رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل أن يستطيع الشيعة أن يتوافق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء لأنه يوم الثلاثاء سيكون موعد ترشيح رئيس الجمهورية وهو على ما أظن السيد برهم صالح خلاص حسم الامر ولكن يبقى المرشح الشيعي هو الاقرب حظا فيما لو تم الاتفاق عليه داخل المنظومه الشيعيه الواحده. نعم يعني من هذا الكلام استاذ هادي يعني كيف سيكون موضوع حسم رئيس الوزراء اذا لم يتم التوافق على شخصيه محدده خلال جلسه يوم 25 ومن سيكون الجهه الاقوى اذا اعتمدنا على تصريح النائب الاول لرئاسه مجلس النواب السيد حسن الكعبي وقال ان موضوع الكتله الاكبر تم عزله وتركه والتوجه نحو اختيار شخصيه مستقله خارج الكتل. أنه الكتلة الأكبر وليست هي التي ستحسم منصب رئيس الوزراء الذي سيحسم منصب رئيس الوزراء هو تعدد الأقطاب التي سيتم ترشيحها من كل سارورة ومن كل الفتح ومن كل الجهات المنضمة تحت المنظومة السياسية الشيعية وبالتالي سيتم طرح مجموعة شخصيات إذا لم يتم التوصل إلى مرشح تسوية أنا أعتقد أنه هذا المرشح ربما خلال هذه الأيام صعب جدا أن يتم حسمه إلا إذا رضي السائرون بما يطرحه تحالف البناء أو أن يتم تقديم تنازلات في هذا الاتجاه، يعني عموما هي في الواقع لنكون واضحين أكثر، الشخصيات كلها قريبة إلى التفاهم معها من خلال حضورها وتجربتها السابقة كالسيد عبد المهدي، الفياض، العبادي، هذه الشخصيات تولت مناصب عديدة ولم تكن خارج لم تمرد كثيرا خارج السلم الشيعي، حتى السيد العبادي الذي الآن يتم ممارسة ضغوط كبيرة عليه من قبل تعارف الفتح ومن قبل جهات الحشد الشعبي و
نعم. طيب هنا ننتقل إلى موضوع أيضا جرى طرحه وأيضا تداوله بالأوساط السياسية، هو موضوع التدخل الخارجي، تدخل الولايات المتحدة، تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موضوع اختيار وتشكيل الحكومة. هل بات الآن أن موضوع تقاسم أو التوافق بين هاتين الجبهتين لتسمية رئيس الوزراء مطروحا، ما زال مطروحا لحد هذه اللحظة، أم هناك افتراق بهذا الموضوع وأن يكون جبهة على حساب جبهة أخرى؟ لا يعني المتابع لطريقة اختيار رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية فيما لو كان السيد برهان صالح أو حتى لو كان شخص آخر من التحالف الوطني أو من جماعة السليمانية، يجد من السهولة القول أنه المحور القريب من ايران هو الذي استطاع ان يحسم الملف، لانه السيد الحلبوسي هو خيار الفتح وخيار دوله القانون وخيار محور البناء، وهو قالها صراحه انا مرشح البناء في مقابل المنافس هو خالد العبيدي وهو سني ايضا ولكنه مرشح تحالف النصر وتعالون، وهذا الذي ربما يكشف سبب حصول السيد خالد العبيدي على 89 صوت، لانه الاصوات الشيعيه ذهبت الى السيد العبيدي مثل ما ذهبت اصوات شيعيه كثيره من تحالف البناء ذهبت الى محمد الحلبوسي. وايضا رئيس الجمهوريه الذي سياتي الثلاث اوقات ان شاء الله لن يبتعد كثيرا عن المحور الايراني، لان نعلم جيدا ان التحالف الاتحاد الوطني الكردستاني زعامة فان جلال والقوى الاساسيه واليسار الكردي عموما هي قوه قريبه من ايران، يعني اضافه الى الاتصال الجغرافي ايضا الى التاريخ السياسي، وانه كان الظهر للقوى الكرديه المتمرده في ايام صدام حسين هي ايران، والاكراد الذين يدفعون السليماني وكانوا يقاومون مع صدام حسين قريبين من ايران، في حين انه ايران لا تحب ان يكون الجمهوريه من تحالف فشل بردان، وهي على خلاف عميق لانها تعرف توجه بردان وبردان يعرف اين يتوجه ايضا، لذلك اذا كانت ايران قادره على ان تحقق نقاط في موضوع اختيار رئيس البرلمان ونقاط اخرى في اختيار رئيس الجمهوريه، وهذا الذي حصل برايي، فاعتقد انها قادره ربما على احداث اختراق اكثر يسر باعتبار انه اختيار رئيس الوزراء سيكون هو من المنظومه الشرعيه افكار، هي نجحت في ان ياتي رئيس جمهوريه كردي قريب مزاجها وياتي رئيس برلمان سني قريب مزاجها، فبالتالي لن تغلب كثيرا او تعاني كثيرا في اختيار في الحصول على رئيس وزراء ربما يكون قريبا من المنظومه الشيعيه التي هي تتحالف معها، او حتى لو لم يكن قريبا تماما فهو ايضا تحت الضغط كما حصل مع العبادي، العبادي الان في مواقف له لا يجد المزاج الايراني، ولكن في النهايه ايران تجد انها قادره على ان تضبط ايقاع الحكومه العراقيه من خلال حلفاء الاقوياء الذين يمسكون بالارض. نعم، طيب يعني من هذا نفهم ان ما مساله حسم رئاسة الوزراء ستكون وفق المزاج الدولي أو الإقليمي، بالإضافة إلى إصرار وقوة القادة على الأرض وما صرح به وما صرحت به حضرتك وبقية المراقبون أن البناء هم أقرب لتسمية رئيس الوزراء. هذا يذهب بنا إلى سؤال آخر بموضوع التشكيلة الوزارية، وما إن كانت هناك إنتاج لحكومة قادمة، هل تصريحات أو الأوضاع أو الظروف في الأفق القادم تؤكد أن هناك قوة لحكومة قوية قادرة على ضبط إيقاع عمل يفكك الملفات المتراكمة من خدمات وما إلى وفساد ومواجهة فساد إلى ذلك في غضون السنوات هذه الأربعة؟ يعني ما يدعو إلى التفاؤل أن يعني حتى الملف التمويلات هذه المرتبطة بالقوى المتبرعة كداعش مثلا وقاعدة في العراق وأيضا قرب حتى الملف السوري بمستوى المستويات والمزاج المتغير في دول الخليج والتحولات الكبيرة في المملكة العربية السعودية لقيادة الأمير محمد بن سلمان، وكذلك المزاج العالم الذي سئم من التنظيمات الجهادية المتطرفة منذ الثمانينات القرن الماضي لحتى اللحظة، وايضا مع الاوضاع التي تواجه ايران وتواجه تركيا، اعتقد انها قد تمثل مناخ جيد لحكومه عراقيه متوازنه يمكن ان توفر ضمانات افضل لمستقبل الدوله العراقيه، خاصه ان هنالك اتفاقيات على نفط زياده المخزون المالي في البنك المركزي العراقي ومن العملات العراقيه وكذلك من الذهب ومن سندات الخزانه الامريكيه، وتحول المزاج العام حول العراق انتخاب شاب مندفع ومتحمس
انه شخصيه شابه وطموحه ولديه شهادات عليا، وهو خبير في مؤسسه العمل السياسي في بغداد وتبول مناصب عديده منذ 2003 حتى اللحظه، ومحبوب في الوسط العربي في بغداد والجنوب، وكنا ايضا يحبونه كثيرا بالعلاقات الوثيقه مع عمان، واضح لانه في كردستان يمثل التجارب الحيويه الاكثر يعني ديناميكيه بين القوى السياسيه والشخصيات في كردستان، وايضا امكانيه ان يتم اختيار رئيس وزراء يرضي او يلبي مزاج القوى السياسيه الفعاله في ظل ظروف يمكن ان تساعد العراق على فتح ابواب الاستثمار والاندفاع نحو المساحه العالميه، خاصه وانه هنالك اجواء ربما حتى وان كانت قاسمه حول العراق، ولكنها قد تجعل من اجواء العراق صحوه اكثر، لانها قد توفر للعراق فرصه ان يستغل هذه الفرص طالب الجواب. يعني يمكن العراق ان يستغل ما يجري في تركيا وما يواجهه نوعا من المصاعب الاقتصاديه والسياسيه في مواجهه الغرب لصالح العراق. يمكن كثيرا بشويه شطاره من الحكومه العراقيه والالهام السياسي، اعتقد العراق يمكن ان يحقق مكاسب كبيره. نعم، رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية سيد هادي جلو مرعي، شكرا لك ولهذه المعلومات. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في النصف الثاني من حلقتنا لهذا اليوم، والتي أن تأخذ فيه موضوع البصرة ووقوف أهالي العراق مع أهلهم بالبصرة بموضوع الخدمات وتحديدا الماء وبقية الأمور. طبعا موقف كبير يحسب إلى معمل أدوية سامراء بإرسال مجموعة من الشاحنات محملة بالمياه الصالحة للشرب والأدوية إلى محافظة البصرة، وهذا يعبر عن موقف أهالي سامراء وموقف عراقي نبيل يعني لملمة جراح العراقيين بشكل عام. اليوم هذا المصاب هو مصاب عراقي كما مصاب الحسين عليه السلام اللي أصاب جميع العالم الإسلامي، أيضا اليوم المصاب إذا كان في بقعة من بقاع الأرض العراقية أو الدولية للمسلمين يكون مصاب للجميع. فأهل البصرة لا يتصورون أنهم وحدهم في هذه المسألة أو في هذا الموضوع الحرج، لا، كل العراقيين وقفوا وقفة رجل واحد من أجل تخفيف هذه المعاناة. اللوم يقع على المسؤولين، يقع على الحكومة المحلية في البصرة، ويقع على الحكومة المركزية بالدرجة الكبرى والأكثر تأثيراً لما آلت عليه الأوضاع في محافظة البصرة من تراجع للخدمات، تراجع كبير للخدمات وصل إلى حد مياه الشرب. يعني لا يمكن تصور بلد من بلدان العالم نسمع يعني أوقات جفاف انعدام أو لا وجود للمياه بسبب انعدامها من ينابيع أو ما إلى ذلك، أو موسم جفاف كامل يجتاح بعض الدول، لكن لم نسمع أنه عراقي أو شخص يعني يحتاج لشربة ماء أو حتى إذا كان هذا الماء موجود أنه يخاف من عنده أنه هذا الماء ملوث ومسمم وبكتيريا وما إلى ذلك، وفي أنواع درجات من الخطورة اللي تأثر على حياته. يعني ما ممكن يتصور، يعني القضية مو سهلة أنه تفكر أنه أنت اليوم عطشت وتروح تشرب ماء جلاس ماء، أنه تخاف من هذا الجلاس ماء أنه تتحول إلى 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 جرعة سم تدي إلى 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 وفاتك أو ذهابك إلى المستشفى، وبالتالي بالمستشفى يا أما تلقى علاج أو ما تلقى. طبعا هذا الكلام ما نريد نقوله ونحكي، لأن وزارة الصحة نقول على كلام الوزيرة السيدة عديلة حمود أنها قائمة بواجباتها، لكن ما يعني أن بقية الأوضاع في أو المستشفيات في باقي المحافظات لولا وجود الأزمة في البصرة لما كان الأداء على مستوى مقبول، خلينا نقول عليه في مستشفيات محافظة البصرة. والدور الكبير اللي تقدمه معمل أدوية سامراء لإرسال هذه الشاحنات، وأيضا أهالي سامراء بوقفتهم الكبيرة في موضوع إرسال المياه وما إلى ذلك، هذه الشاحنات اللي أرسلها معمل أدوية سامراء لأدوية و
أيضا المياه الصالحة للشرب، موقف يعبر عن وطنية عراقية، يعني خلينا نقول قطاع خاص أو قطاع مختلط، قد معمل أدوية سامراء لحد هذه اللحظة لم يتحدد شكله، لكن ننتظر الموقف الحكومي أو الجهات الحكومية أو الدور الحكومي. يعني أيضا تربية سامراء كان لها موقف في إرسال المياه الشرب، أيضا المواطنين لم يتوانوا عن هذا الموضوع، وتبرعات مواطنين وأهالي سامراء وأهالي صلاح الدين في تكريت، أيضا كان هناك موقف بطولي وكبير من أهالي تكريت بإرسال المياه إلى محافظة البصرة في إقليم كردستان. أيضا أربيل لم تقصر، أو الحكومة في أربيل والسيد مسعود برزاني أيضا أرسل برسالة كبيرة إلى أهالي البصرة وقال لهم بالحرف الواحد نحن معكم وفي مصابكم وفي شدتكم، هذه موجودين معكم لتخفيف هذه الأزمة. لكن للأسف، للأسف نقولها للأسف، مع قوة الحكومة وقدرات الحكومة لحد الآن لولا تدخل المرجعية وإعلانها أنه أنهت شبه إنهاء كامل لموضوع المياه في البصرة، ننتظر الساعات أو الأيام القادمة حتى تتغير أو يتغير كلام المواطن في البصرة ويؤكد لنا أن موضوع أو حل مشكلة المياه قد انتهت. وعن هذا الموضوع والنشاط الإنساني والمدني في محافظة صلاح الدين وتحديدا في قضاء سامراء ينضم معي الناشط المدني السيد بلال العلوي. مرحبا بك أستاذ بلال. حياكم الله. نعم، يعني موقف أهالي سامراء وموقف القطاعات الخاصة أو المختلطة مثل معمل أدوية سامراء يسجل موقفا وطنيا مشرفا باتجاه ما يحدث في البصرة، المشاركة الهموم والمصاعب والتخفيف عنها، وأهالي سامراء لم يتوانوا نهائيا عن هذا الموضوع وأرسلوا بقوافل لا تزال لحد هذه اللحظة. يعني لماذا الموقف الوطني الشعبي دائما يسبق الموقف الحكومي؟ صحيح يا استاذ عزيز، حقيقه مدينه سامراء وبعض المدن الخليجيه مدينه الانبار في جاله وجهت هذا التوجه، لان ليس هناك فرق ما بين البصره وبين بغداد والنجف وكربلاء واربيل وكردستان. اليوم الشعور الوطني تجسد حقيقه في موقف البصره، حقيقة بعد ما وقفت القافلة الأولى والقافلة الثانية والثالثة البارحة انطلقت من مصانع شركة مصنع أدوية سامراء، حقيقة وضع البصرة لا يزال على حافة الخطر، لا يزال الماء لا يصل إليهم بطريقة صحيحة، يعني رغم أن المساعدات مع العلم أن البارحة شركة مصانع أدوية سامراء أرسلت أدوية خاصة لأهل البصرة مع الماء. حديث الموقف لكل العراقيين وليس لمدينة سامراء وحدها، موقف مشرف ويسبق الحكومات التي هي سبب هذه الأزمة. اليوم كل ما نعاني من فقدان الخدمات هي سبب الحكومات، سبب السياسات الخاطئة التي أجريتها منذ 2003 إلى حد اليوم. حتى تصريحات المحافظ البصرة أوعز أنه أقدم شبكة ماء سنة 1991 أو 93 لم يجرى عليها تبديل، أي تبديل لمحافظة البصرة، أي أن هناك تنافي لهموم المواطن وللرعاة ولمصلحة العامة. نعم، يعني بهذا التصريح يؤكد أن الحكومة المحلية في واد وحاجة المواطن في واد آخر، وإلا إذا كيف يصرح بموضوع أن آخر محطة أو محطة من محطات من 91 لم يجرى عليها أي تحديث، وهي المشكلة يعني بمعنى أنها عميقة وقديمة قبل حدوث أو دخول تنظيم داعش وتوجه موازنات المحافظات إلى المجهود الحربي. وبهذا يذهب بنا إلى سؤال آخر، يعني أستاذ وأنت مطلع على موضوع البصرة وأيضا المياه في البصرة، هل هناك أفق من خلال تصريحات المسؤولين لحل هذه المشكلة في القريب العاجل، أم ستبقى مستدامة هذه المشكلة لحين إيجاد حكومة قادرة على تولي موضوع إعادة تأهيل المنشآت الحيوية؟ سؤال عزيز، بدون تخطيط وبدون وضع حلول أساسية ورصينة لموضوع أي خدمة، كانت الماء الكهرباء، اليوم احنا قبل أشهر كنا نعاني من أزمة الكهرباء وخرج الصرافات من أزمة الكهرباء، اليوم عندنا مثل ما هناك حلول تطبيعية، ليس هناك حلول جذرية لكل مشكلة تواجه العراق. اليوم من خلال 15 سنة اللي فرض عليها ميزانيات هائلة، يعني احنا ليش نقول 14-15 اللي هي ضربت للمجهود الحربي، قبل لم تكن هناك ميزانيات انفجارية لكل المشاريع، أين ذهبت المشاريع؟
أين ذهبت خاصة في كل المحافظات العراقية؟ هناك فساد مسخف ومعلن ما يعرف به القاسم الداني بخصوص المشاريع التي واجهت وتبنتها الحكومة ولم تنفذ منها خيط شعرة. نعم أستاذ بلال، يعني اليوم إذا تحدثنا عن موضوع الخدمات وآخر تشخيص وأيضا مناشدات المواطنين في قضاء سامراء تحديدا يناشدون الحكومة بالنظر في موضوع انقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وهل يعقل الآن لحد هذه واليوم الجو بدأ بالاعتدال شيئا فشيئا رغم ارتفاع درجات الحرارة وهناك انقطاع مستمر بالتيار الكهربائي دون مبرر لساعات الكهرباء في مدينة سامراء، هل لديكم معلومات لماذا هذا الموضوع؟ وبصفتكم ناشط مدني تطلعون على الكثير من المسائل. استاذ العزيز، يعني هناك محطة كهربائية منجز من عندها 85% تقريبا، ما تحتاج 250 مليون دولار، يعني ربع مليار. نعم. 1200 ميجا وات. 1200 ميجا وات تخدم العراق كله ليس سامراء، متوقف على هذا المبلغ. الشركه الصينيه التي تريد ان تنفذ هذا المشروع ارتأت ان تقبل حتى لو كان مبلغ التجزئه، ولكن هناك السياسات الخاطئه اللي بدأ من قبل وزاره الكهرباء ورئاسه الوزراء وجميع الكابينه الاداريه بالتغاضي عن المشاريع اللي وصلت الى انجاز كبير. اليوم 2200 مجرات هي تسد كثير من المدن وليس سامراء، وانما المحافظه كلها تحتاج الى اكثر من 700 الى 600 ميجا، يعني الفائض يوزع الى بقيه المناطق. هناك عرقله للمشاريع، مع العلم كل المعدات وكل الاشياء التي تحتاجها المحطه الحراريه في مدينه سامراء مجهزه، مجرد ان يكون هناك ربط. ما تحتاجه الشركه الثانيه ب 250 مليون دولار قابله للتخفيض، يعني الشركه الثانيه هاي خلال القرانة على المشروع وعلى كل المواد اللي يريدوها مطلوبه لها. حقيقة أستاذ أحمد، هناك تسريب في موضوع المدارية وطرق معالجتها. اليوم الحكومة في الوادي والحكومات المحلية في الوادي والشعب في الوادي، يعني في عين البخزة والسندل. نعم. طيب، يعني مواقف المنظمات الإنسانية وخصوصا وتحديدا في مثل هذه مشاكل وتعثر الحكومة عن تقديم الخدمات، هل تعتقد أن أو ما هي نسبة قدرة المنظمات الإنسانية لتغطية هذه المعاناة وتحديدا ملف النازحين الذين يعانون عدم العودة وكذلك تعثر الخدمات في المراكز التي يعيشون فيها كمخيمات؟ صار اشبه هذا الانقطاع بتسهيل التواصل مع المنظمات المحليه من خلال وجود استقرار امني حاليا في كل مناطق العراق بعد اعلان الحكومه انتهاء صفحه داعش. اليوم ما يحتاج حقيقه الناس مع مساعدات الى اعاده مرافقه. اليوم عندنا مرافق الشمال جنوب سامراء اللي بيعز البلد والاسري وعندنا بيجي والشرقاط. يعني مناطق كان يعني ما بها اي مشاكل امنيه، مجرد مساعده لاعاده اعمار منازلهم التي تهدمت من قبل العمليات العسكريه. اليوم بيجي الراحه منكوب حقيقه، يعني احنا من خلال زيارتنا قبل فتره الى قضاء بيجي وجدنا يعني شفنا الشغلات المهوله، احياء كامله مدمره. يحتاج المنظمات الدوليه، اليوم المنظمات المحليه حقيقه بدون داعم قوي لا تستطيع ان تعمل. لا تستطيع ان تقدم شيء الا شيء بسيط. ولكن اليوم هناك نسيان لكل الامور. عدد النازحين شيء مهم ضروري، لا يزال حتى جنوبيه سامراء قسم من المهجرين ساكنين لحد هاللحظه في الهياكل، يعني هياكل حقيقه هناك مشكله كبيره تواجهنا كمنظمات وكنشطاء وكنازحين. يعني اليوم النازح يقول لك انا ارجع للبيت ماكو بيت، وين اسكن؟ هنا عايش، ما عنده خبز، ما عنده مبلغ. نعم. بيته. نعم. فهناك ثغرات كبيره وهناك مشاكل كبيره، لا الحكومه تقدر تستعير وتسهل امورها تدري البلد الوطني اللي من خلال الحكومه بالتعويض انه لازم تقدم شكوى وكثير من الامور اللي ما تقدر تطرق عليها من خلال برنامجك. نعم. المشاكل الكبيره استاذ احمد، وحقيقه العلاجات يمكن مجرد هم مسكنات ولا مجرد لحظات تعطى للمريض.
نعم، الناشط المدني السيد بلال العلاوي، شكرا لك ولهذه المعلومات. طبعا قبل ما أن نختم أو ارتأينا أن قبل الختام أن نوجه رسالة لكل سياسي عراقي اليوم متصدي أو يعني داخل البرلمان أو هو خارج البرلمان لم يحظى بفوز بالانتخابات الماضية، أن يعي إلى شيء مهم جدا وهو المواطن العراقي. للأسف كثيرا ما يعاني المواطن العراقي سواء قام بالانتخاب أو هو مقاطع، لا ضير، العملية عملية ديمقراطية، الرغبة ديمقراطية، أي شيء، المواطن هو حر في عملية الاختيار، لكن أي مسؤول سواء منتخب من قبل مواطنين يرغبون في المشاركة أو مواطن غير راغب هو مسؤول عن الجميع أو عن المواطنين الاثنين. هنا فيديو منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، رجل في يعيش في المقابر يوجه رسالة كبيرة للسياسي العراقي، لنستمع إليه. المواطن العراقي، يعني نعتذر إلى الخلل الفني أنه الفيديو غير صالح بسبب الصوت، لكن من خلال وجوده وتعرف عليه أحد الناشطين يتكلم، وأعتقد كل المواطنين أو المشاهدين الآن يعرفون هذا الرجل ومعاناته واستمعوا له لهذا الموضوع وما قال بالتحديد، أنه طالب رئيس الوزراء كأب وهو كبير في السن، يقول أنا أكثر من 30 سنة ألبس هذه الدشداشة اللي ما انغسلت لحد الآن، وهذه حالي، هذه حالي، جوع أجوع، ومرت علي سنوات جوع وعطش ولا أي مسؤول نظر الوضعي ولا وصل إلى خبري اللي أنا أعاني من عنده. فهذه الرسالة، ارجع لي زميلي المخرج، هذه رسالة واحدة من نموذج واحد من المواطنين العراقيين، نموذج واحد من غير الأطفال والنساء والشباب، الشباب الكثيرة اللي ضحت بدمائها من أجل تحرير العراق ومن أجل بقاء العملية السياسية. خلنا نكون صادقين بهذا الموضوع، أبناء الحشد الشعبي من قدموا أرواحهم ودماءهم مو فقط ولاء للوطن ولا لأرض الوطن، أيضا ولاء للعملية السياسية الديمقراطية اللي قدموا الكثير من الدماء من أجل إبقاء هذا الموضوع أو هذه العملية. خلي يكون السياسي العراقي عنده نوع من الذكاء وأن ينتبه لهذه التفاصيل البسيطة. إذا كان مواطن بهذا الحال، عراقي بلد الخيرات، وهو قالها، بلد السواد وبلد البياض، أنه يكون بهذا الحال العراقي فلا خير بأي شيء على الأرض. إذا كان هذا المواطن العراقي فلا خير بأي عملية سياسية لا تنتج خيرا للمواطن العراقي، وهذا حال المواطن العراقي. سلام عليكم.